ومن خلال السماح بتحويل أنشطة من الخارج. أيضا جاء بإنشاء منصة رقمية خاصة بالمستثمر. هذه المنصة طبعا هي فضاء للمستثمر، يمكن للمستثمر الولوج لها متى شاء. الأنظمة أيضا جاء بالأنظمة التحفيزية للمستثمرين، يعني ما هي الامتيازات التي تطبق على هذه الاستثمارات. أيضا في النصوص التطبيقية قام بذكر قائمة النشاطات الغير التي لا تستفيد من المزايا، طبعا لأن هناك نشاطات مستثنات من المزايا هذه التي يستفيد منها المستثمرون. وأخيرا قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار. راح نشوف كل واحدة على حدة. إذا بالنسبة للأجهزة المكلفة بالاستثمار، تنص المادة 16 من قانون الاستثمار 22/18 على أن الأجهزة المكلفة بالاستثمار في الدولة هما أولا المجلس الوطني للاستثمار، وثانيا الوكالة الجزائرية لتنمية الاستثمار الأيفا. بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار هو أعلى هيئة مكلفة بالاستثمار في الدولة، يترأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب التنظيم. وحنا في الوقت تاعنا حاليا